خلينا نروح لدكاترة تانيين، وهو انه كتير من كبار السن بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم، ومسألة ان الضغط بيفضل منخفض فترة طويلة بيساعد في حمايتهم من امراض كتير، اهمها عدم التعرض للنوبات القلبية المفاجئة والسكتات الدماغية. ولأهمية الموضوع ده، مجلة امريكية نشرت دراسة جديدة اكدت فيها ان المشي 3000 خطوة يوميا ممكن ان هو يساعد كبار السن على خفض ضغط الدم عندهم، بالاضافة ان التمارين الرياضية ممكن ان يكون ليها تأثير فوري وطويل الأمد على ضغط الدم. تفاصيل أكتر هنعرفها عن طرق وعلاج والوقاية من أمراض الضغط المرتفع من ضيفنا على الهاتف دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة بجامعة عين شمس. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد عليك يا ياسمين، وصباح الورد على كل المشاهدين. دكتور، عايزين نعرف من حضرتك في البداية عن أهمية ممارسة الرياضة لكبار السن. طبعا ممارسة الرياضة الحقيقة بتساعد كتير في التخلص أولا من زيادة الوزن، بتعمل نوع من تدريب العضلات وفي نفس الوقت تليين المفاصل، إلى جانب كمان إنها ليها تأثيرات كتير في التخلص من الدهون الضارة، وفي نفس الوقت بتقلل من ارتفاع ضغط الدم. كل الحاجات دي بتساعد على إن فعلا الشخص يعيش أطول، وفي دراسة اتعملت فعلا على إن اللي بيمارس رياضة المشي 3000 خطوة يوميا ده بيزيد عمره بنسبة أكبر من اللي مش بيمارس هذه الرياضة. طبعا ده معناه إن هو لازم بيمشي خطوات مسرعة شوية، يعني بتكون معدل المشي حوالي 100 خطوة في الدقيقة، ومعناها إن هو بيمشي حوالي نص ساعة يوميا. إذا قدر إن هو يمارس هذه الرياضة 5 أيام في الأسبوع، هو فعلا بيحسن كتير من صحته العامة، نفس الوقت بيقلل من ضغط الدم وبيقلل من فرص حدوث التجلطات في الأوعية الدموية. طيب، هل التمارين الرياضية والمجهود البدني الخفيف بيساعد أو بيساهم في خفض الضغط قد إيه؟ لقوا فعلا إنه في عوامل بنسميها العوامل الغير دوائية لعلاج ضغط الدم. والغير دوائيه دي يعني ازاي ان انا ممكن انزل الضغط من غير ما يكون انا معتمد على دواء، لكن طبعا تاثيرها بيكون محدود، زي مثلا تقليل الملح في الاكل، استخدام الغذاء اللي هو بنسميه غذاء البحر المتوسط اللي بيبقى فيه قليل من الشحوم والدهون، كمان ممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه بتقلل ضغط الدم بنسبه 7/4 من الضغط الانقباضي على الضغط الاتصالي، يعني ممكن انها تساعد لحد كبير في انه بعض الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع بسيط في ضغط الدم انهم ممكن ما يحتاجوش انهم ياخدوا ادويه. طب لو حد ضغطه اوريدي دايما بيكون واطي وبيمشي كتير، هل ده فيه خطورة عليه انه ضغطه يوطى اكتر؟ لا طبعا، هو الموضوع مش نتيجة المشي الحقيقة ان هو بيوطي الضغط العالي، لكن مش بيوطي الضغط الواطي. الناس اللي بتعاني من هبوط الضغط بالعكس ممارسة الرياضة بتساعدهم على تحسين العضلات، وفي نفس الوقت ده بيساعدهم على ان الضغط بتاعهم ينتظم، يبقى في مستويات مقبولة، وكمان بيساعد على انهم احساسهم بالارياء او الدوخة او الهمدان اللي ممكن يشتكوا منه نتيجة الضغط الواطي بيقل. ممارسة الرياضة الحقيقة ليها مميزات كتير، زي ما قلنا إنها بتحسن عضلة القلب وبتحسن الدورة الدموية، وبتساعد على إن الشخص فعلا يكون في حالة نفسية أفضل نتيجة إن هو بيمارس الرياضة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة بجامعة عين شمس.